بأن الله خالق كل شيء هذه شرط صحة وليس شرط كمال، لأن لو إنسان لم يؤمن أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء هذا لا يكون مؤمنا، يكون كافرا. الله خالق كل شيء هذا شرط صحة الإيمان، ولم يكفر العلماء أو أهل السنة المعتزلة لأنهم مع قولهم بالقوة المودعة أن الله أن العبد يخلق أفعال نفسه الإرادية الباطنة والظاهرة، إلا أن هذا يتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى، فأرجعوا القوة المودعة إلى قدرة الله. كيف الآن تضع الشاحن على الكهرباء هذا الهاتف؟ ففيه قوة الآن هذا الهاتف، لكن لم يجعلوها قوة مستقلة، بل هي تتعلق بقدرة الله. كيف تأتي الكهرباء الآن وتمد هذه القدرة؟ كذلك ولو قالوا بالاستقلال لكفروا. فإذا أن الله خالق كل شيء هذا شرط صحة وليس شرط كمال، وهذا واجب، يعني يجب وجود